هلأ مثلا بدي أعرف مبدئيا ليش إيش هو السبب اللي بخلي خلينا نحكي الأغلبية يتجهوا أنهم يروحوا عن جد يجيبوا كل إشي بيحتاجوا للزواج بالجهاز؟ يعني إيش السبب وراء هذا الإشي؟ بيخافوا أنه مثلا العريس مثلا الحاجة يجيب تخلص أو الحاجة تخلص؟ لا بصي، هو إحنا طبعا عندنا في مصر إحنا عدد المحافظات كتير جدا، أوكي، وكل محافظة لها عادات وتقاليد طبعًا مختلفة طبعًا. طبعًا. هنا بنجد بعض المحافظات لازم أنت تخشي تفرجي الأهل، يخشوا تاني يوم الصبح يشوفوا تفرجهم على العفش بتاعها والغزال وجايبة إيه والكاسات وكل الكلام ده. طبعًا إحنا عشان لينا خبرة في الحياة واتجوزنا وكده، أنا بجد في شكوى كبيرة جدًا، ويمكن أنا يعني سألت بحكم أنا طبعًا ليا باب في الجرنان عندنا اسمه أسرار بلا جدران، ده من سنة 2000. الباب ده الأول كان اسمه رمضان المحكمة، وبعد كده عملناه قلبي على قلبك وأسرار بلا جدران. بيجينا طبعا عدد كبير جدا لجريدة الجمهورية، مشاكل كثيرة جدا ممكن يبقى بسبب العبش. ولو احنا قلنا كمان في جزئية هقولها، احنا بنجد النيش ما حدش بيستخدمه، النيش ده الراجل ممنوع ان هو يلمسه، ممنوع يعدي من عليه، هو بس بيعدي كده وبيتفرج عليه، لان بيبقى فيه جايبين مثلا، بنيجي نجيب مثلا البايركس، البايركس ده بنجيبه للعقد، بتحطيه جوه النيش بنتفرج عليه، زي كاسات كاسات كده احنا جايبينها وانتيكات بنتفرج عليه، وده ممنوع. النيش ده حاجه مقدسه عند المرأة المصرية كلها، لازم تيجي وتشوفيه والناس بتتفرج عليه يوم الصباحية. بعدين بنجد ان احنا بنجيب كميات سين كبيرة، بنجيب كميات حلل كبيرة جدا، الأمهات بتبقى عايزة تظهر قدام أم العريس إن ده يعني إن هي عزت بنتها، هي جايبة حاجة كبيرة لبنتها وما استخسرتش فيها أي حاجة وكده. لأن برضو هحكي لك جزئية، لأن في بعض الأمهات الغريمات اللي إحنا سمعنا عنهم من فترة، وبعدين الرئيس كتر خيره طبعا إنه يعني أنقذ هذه الغريمات، وكان ليه جزء كبير جدا من إن الموضوع ده ما يبقاش موجود. طبعا إحنا بنقول إن ممكن العروسة توفر في ان مش شرط ان انا يبقى عندي اوضه بيبي، يعني انا لسه ما جبتش البيبي صح، فمش شرط يبقى عندي اوضه بيبي ولازم اجيبها واجهزها، لا انا اوفرها لحاجه تانية في الوقت بتاع الجهاز اللي انا جايباه صح. مش شرط مثلا يبقى عندي في كل اوضه عندي شاشه، لو انا حطيت شاشه بس في مكان واحد بس اللي انا هقعد فيه كتير او الليفنج روم، يبقى الشاشه مش معقوله وانا كمان هنام هتفرج على التلفزيون داخل انام صح، فمش شرط ان انا اجيبها صح. في اشياء كماليات خلينا نقول، ما دي تعتبر كماليات بالنسبه لي، ان انا مش في كل اوضه احط شاشه طبعا، كمان ده ماشي. وفي جزئيه تاني البايركس لا بلاش منه، اوضه الاطفال بلاش منها، انا لازم اقلل منها صح. تعالي بقى حضرتك لعدد الفوط، في بعض الاماكن محافظات لازم يعدوا مثلا على الاقل يعني مش عارفه 100 وكام فوطه على ايش، هم اتنين لسه ما فيش الكلام ده، ما عندهمش الكلام ده، انت ممكن تجيبي اتنين وتجيبي اتنين تانيين او نجيب نص ده، لكن تجيبي مثلا كم فوط 160 فوطه او كده، ايش الهدف يكون من هالكميات الكبيره؟ الكميات الكبيره هو انت بتبقي في منطقه فلاحين او الاماكن اللي هي ديت، الناس بيبقى عايزين يقولوا احنا جبنا البنتينا وكنا بنحوش ليها وجبنا لها احسن جهاز وكده، لان في بعض الامهات العريس وده حصل بقى في ام كانت من الغريمات وحكت قصتها دي، ان كانت في ام العروسه مامه العريس بسبب ان هم جابوا يعني جابوا مثلا ايه هاف اوتوماتيك اللي بنقول عليها نص اوتوماتيك، ما جابوش اوتوماتيك كامله ما جابوش يعني غساله اوتوماتيك كامله، هي هاف اوتوماتيك، فالام امكانياتها كده فالام العريس قالت لا ده ديت من المؤسسات الخيريه اللي بتعمل جهاز، فانتوا جايبينها من المؤسسات، تعالى شوف جايبين لك ايه وجايبين لك عفش مش كويس. الجوازه دي باظت، الجوازه دي باظت طبعا اوف، عشان هاف اوتوماتيك وفول اوتوماتيك. الام بعد كده دخلت في الغريمات، دي قصه حقيقيه اللي انا بحكيها، الام دخلت في الغريمات لانها ابتدت تجيب حاجات بالقسط في الجوازه الثانيه، لانها خافت ان لو بنتها اتفركشت الجوازه الثانيه يبقى معناه انها مش هتتجوز ثاني.